واش دير لي الماكله وداك الشيء صافي. الميكرو خدام. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الخوت، كي داير بخير عليكم؟ كلشي مزيان، الاحوال ما كيمشيش هوش، الله يحفظنا ويحفظكم ويحفظ جميع المسلمين ان شاء الله. كيف كتلاحظوا الخوت ان شاء الله الماكلة ديالنا هي هذه. حنا اليوم البارح الخطرة ما درناش الفيديو البارح، البارح دوزتو غنعاس. داك لي برودوي الخوت كاع اللي بقاو عندي ضروري غادي نستعملهم ان شاء الله، لي برودوي ضروري غادي نستعملهم، وغادي نستعملهم الحمام ديال الكورس ولا البروديكسيون، يعني بجوج بهم غنضرب هنا وغادي نضرب هنا ان شاء الله. ما علينا، مرقوط الخطرة باقي مزيان، خاص غير داك الماء ديالو يبقى فيه، الماء خاص الماء ديالو يبقى فيه ان شاء الله. هذا ما كان نديرو الخوت شوية ديال مرقوط ان شاء الله، هو هذا. وداك الماء كيف قلنا خصو يبقى فيه، الخوت ما غاديش يخسر. انا راه واحد العام شنو كنت كندير، هذاك الماء كنت كنمصو، الماء اللي كاين فيه الخوت كنت كنحيدو كنديرو في الاكل، وهو يخسر ليا مرقوط وهو يغمل. داك الصوفة، داك الصوفة شوفي فيه بحال ما طيش هاد الحكة لفاطيم الزهراء. هذا ما كان بالنسبه للشنيبرات الخوت غادي نعطيهم هاد مورغوت، لان هادشي الخوت كما يقال هادشي راه طبيعي، هذا مكمل غذائي للشركه سنه عام المواد الطبيعيه، يعني غير الفاخر وشي حوايج طبيعيه عاديه، يعني راه ماشي دواء، هذا راه ما كيتسماش دواء. هذا ما كان الله يرحم الوالدين، هذا راه ما كيتسماش دواء، وغادي نديروا لهم ايمن بوستر وغادي نعطيو للحميمات، هادشي عادي الخوت. هادوك البرودويات ما خصناش نضيعوا فيهم ان شاء الله، دوك البرودويات ما خصناش نضيعوا فيهم، يعني كلهم غادي نخدمهم، غنضربهم البروديكسيون او ميم طون، وفي نفس الوقت غادي نخدموا الكورس. خليكم معايا الخوت، نزيد شويه ديال الماكله وانا معكم، الله يرحم الوالدين. ايمن بوستر تا هو راه قريب يسالي الخوت، ايمن بوستر هو هذا، تا هو غير بحال نقولوا مواد طبيعيه، راه مصنوع بمواد طبيعيه الخوت. ها نتوما باش مصنوع ايمن بوستر، ها باش مصنوع القرفه والثومه وهادشي، يعني ماشي شي حاجه ماده كيميائيه، لا فهمتي، راه ماشي ماده كيميائيه، يعني بحال هاد لي برودوي الخوت راه ما كيتسماوش دواء، راه الدواء هو الدواء فهمتي. الدواء ملي كضرب شي حاجه ديال الفيتامين راه ماشي كضرب الدواء، الا شربتي كاس ديال الليمون راه ماشي شربتي الدواء. كاين كاين مكمل غذائي وكاين اونتيبيوتيك الخوت، حيت شحال من واحد ما كيفرقش، تيقول يا خي جمال كتكثر من الدواء، يعني الا جيت نشرح ليه كبحال الا كنحقرو ولا كنبين ليه بانه ما عارفش، هو راه في حد ذاته ما عارفش، حيت الدواء الخوت راه هو الدواء صافي، حيت فاطمه الزهراء هي فاطمه الزهراء، وجمال هو جمال، ورشيد هو رشيد، متفقين؟ الدواء بوحدو ومكمل غذائي بوحدو، فهمتي؟ راه مكمل غذائي تمشي للفرماسيان، تمشي للصيدليه يعطوك مكمل غذائي بلا اوردونونس، يعني بلا الورقه ديال الطبيب يعطوك داك مكمل غذائي، ماشي مشكل. ولكن الا مشيتي تاخد شي دواء، وبالاخص الا كان خطير، تيقول لك ضروري الورقه ديال الطبيب، هذاك لانه دواء، لانه كيكون خطير خاصك تستعملو بمشوره الطبيب. هذا ما كان، حنا الخوت حنا حركنا درنا الايمن بوستر ان شاء الله، وغادي نحركو والله يرحم الوالدين. كنخليهم هنا مهويين خارجين، راه ما كيتشمشوا تبارك الله، هادو الزغاليل والاناث كنخليهم هنا يتشمشوا، راه الماكله باقي ما عطيناهمش ياكلوا، غادي نعطيهم ياكلوا ان شاء الله هاد المرقوط وايمن بوستر لاول مره. دابا غادي يدخل الدات ديالهم هاد الفاخر هذا، لان لاول مره ان شاء الله. دخل والتهويه راه مزيانه للحمامه الخوت، مزيان بحال كل الحميمه، تخليهم في الهواء الطلق راه مزيانه، يشموا الاكسجين. وان شاء الله نقدروا اليوم الخوت هاد العشيه، باذن الله، الى كتاب كنقولوا الى كتاب، غنمشيو انا وفاطمه الزهراء ان شاء الله، وغادي نعبروا، غنعبر مزيان هنايا هاد الكولوار عندي، غادي نعبروا مزيان ان شاء الله، وغادي نمشيو للسوق وغادي نشوفوا لي داك العود اللي كنت قلت لكم ديجا غادي ندير،
انا غادي نخليو الوليدات ياكلو وغادي ناكلو الخوت الحمام ديال البروديكسيون ان شاء الله. غنخرجوا كل شيء يخرج باذن الله، ما تبقى حتى حمامه هنا. ونعطيهم الماء ديالهم كيف قلنا الخوت، نعطيهم يشربوا الماء. وغادي نحاول ما امكن، كنقول غادي نحاول ما امكن، غادي الشجنه ديال البروديكسيون غادي نيطويها ان شاء الله الا بغى الله. الا بغى الله غادي نيطوي الشجنه ديال البروديكسيون ان شاء الله. يلاه والله يرحم الوالدين كيف العاده. بالنسبه للخوت، بالنسبه للنيطويج راه غادي نخليوه حتى لغدا، لان النيطويج خاصني نيطوي نهار كامل، لان غنجبدوك الصنادق وغادي نرون الدنيا ان شاء الله. بالنسبه لواحد الدكيه راه الخوت هو بان، هذا راه بان ليا كيهيج، ها هو هذا الطوي بهذا، هذا الطوبي هذا راه بان ليا كيهيج، هو هذا الطرفاني غادي نشدو دابا ان شاء الله. هو هذا غادي نعزلو مع الدكور، دابا راه كلا ان شاء الله غادي نعزلو مع الدكور. هو هذا حكمته، هو حكمته راه بدا راه طلع في الكراحة الخوت، غنولعكم فيه. غادي ان شاء الله غادي تعزل مع الدكور، بان ليا تيهيج يعني لا داعية باش غادي يبقى مع الإناث. شنبير هو هذا راه بدا الخوت في البدالة هانتوما، سبحان الله العظيم شنبور يلاه طايرة وبدا في البدالة هانتوما، هاهو راه بدا في البدالة. بالنسبة للقميلة على ما كيبان ليا، ها نشوف لا ما كايناش الخوت قميلة، ما بانتش ليا لأنهم درنا ليه تقطيرات قميلة، ضربنا الإناث بقاولنا غير الدكور، بقاولنا الدكور نحيدو ليها الطقطقة ونديرو ليها هادي وغادي ندخلوه عند الدكور إن شاء الله. هذا ندخلو الخوت عند الدكور، ها هو والعين بيضة سبحان الله العظيم، داك العين ديال الديكلاراسيون الخوت، نتمناو فيه الخير. هذا شحال السيري ديالو في الآخر، هذا 13، هذا 13 في الآخر الخوت إن شاء الله. هذا 100% ولد نتوى ديال الحاج النعمان، 100% مع واحد البرتغال. بالنسبة للدكور الخوت راه انتي وتراه كلاو، بانوا لي صافي راه كلاو، غادي نخرجوا للدكور ياكلوا ان شاء الله. وغادي نعزلوا الخوت حتى واحد، هذاك الذكر اللي كان ذاك الشنبور فين هو راه خليته مع الإناث هنا، ذاك الشنبور اللي كان شد لينا أيمن على ما أظن، راه هو هذا، هذا اللي كان مشى لينا في الأول، هو هذا الطوبي، غادي نرجعوه عند الدكور، هو هذا. راه كان عامر بقميله الخوت ودرنا ليه التقطيره، وليني علاش غادي ندخلهم. ها انتم الخوت مبقاتش كاع قميله كدور، دابا المشكل الخوت، المشكل الاساسي 13 14، الذكور باقي ما درتش لهم قميله، يعني غادي نخلي هاد الاولاد نخليهم هنا، نخليهم ان شاء الله هنايا حتى ندير حتى ان شاء الله تنجيب حد التقطيره. خليتها عند واحد الاخ، خليتها عند واحد خونا ان شاء الله كيف قلنا الخوت، حتى ندير الذكوره حتى هما قميله عاد غادي نعزلهم، لان ما يمكن ليش هادو مطريطين وغادي ولا نخليهم نعزلهم حتى الاخر ندير لهم حتى هما نعاودهم صافي حتى الاخر نعاودهم الخوت في الاخر نعاودهم ان شاء الله. انا غادي نطلقو مع الذكوره باش ما يكونش هنا واحد تكدوس. هذا الخوت هذا راه الام ديالو هي ديال خونا والبطل بوسرحان الغني عن التعريف فيتاس ودومي فو بطل بوسرحان سفيان، هذا الام ديال هاد الذكر هذا، نتمناو فيه الخير ان شاء الله. وان شاء الله دار الاخر شحال قلنا السيري ديالو 13، وهذا السيري ديالو 14 الخوت، راه ماشي خوت هذا 14 الحمد لله. يلا الخوت دابا غادي ندخلوا الاناث ان شاء الله، ومن بعد غادي نخرجوا الذكور ياكلوا الماكله ديالهم حتى هما، هي حتى ياكلوا الماكله ديالهم عاد غادي نخرج الاناث عاوتاني هنا يتشمشوا ان شاء الله باذن الله. على بركه الله. يلا اونتري 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 اونتري، تعلموا تدخلوا. هادو الزغاليل الخوت اللي باقي ما طاروش هما، هادو راه ما فيهمش الطرطاقات، هادو الاخرين دوك 11 الاخرين راه تبارك الله راه الصحه ديالهم اللهم بارك. وكيف قلنا جيبي هكا في الوسط، هكا في الوسط كيف قلنا خود الله بارك، الصحه ديالهم غزاله ودابا راه قادرين يطيروا على ما كيبان ليا، راه قادرين الوليدات قادرين يطيروا وان شاء الله نتمناو فيهم الخير.
ونتمنوا ما يضيع لنا حتى ولد الخوت باذن الله. كيف قلنا نتمنوا دابا نخرجوا الدكور، الدكور شي حاجه قليله الخوت اللي كاينه، وان شاء الله مازال غادي يعمر اللوفت باذن الله. خرجي، مازال غادي يعمر اللوفت باذن الله. كيف كتلاحظوا هاد الايامات الخوت ما كنطلقوش الحمام، الحمام غير شفنا ديك الشوكيه راه كنا قلنا باغا تبيض ساعه بانت ليا بعيده البيضه فيها، يعني باقا صغيره الله اعلم. هذا ما كان. وبالنسبه للوفت الخوت ديال البروديكسيون حتى الغدا ان شاء الله، يعني ما كاينش عندي الوقت، هو الدور غادي يأذن دابا ما عنديش الوقت فين غادي نيطواي، يعني النيطواياج خصني نبدا في الصباح. كيف قلنا النيطواياج خصني نبدا في الصباح، نقدر اليوم غادي نتغدى ان شاء الله وغادي نهود للسوق وغادي نشوف الكونتر بلاكينو فاطمه الزهراء، غادي نعبروا هنا بالضبط، غادي نمشي نجيب الخوت العبار. خليكم معايا نجيب العبار وانا معكم الله. كيف قلنا الخوت خلينا نمشي نجيبوا الميزان، يعني المترو العبار ان شاء الله، وغادي نعبر الكولوار يمكن عندي فيه مترو، غادي نتاكد منه، غادي نخلي غير واحد شويه في الجناب هنايا على حسب الغبره فين تطيح في الجناب ان شاء الله، وغادي نشوف هاد الكونتر بلاكيات هنايا ان شاء الله. والله يرحم الوالدين. السلام عليكم ورحمه الله. بابا دابا راه مشي يجيب اللبن، وانا لاحظت انه ما شحال هادي ما دارش رابيل الحمام ديال البروديكسيون، عليها بغيت ندير ليها رابيل بهاد البرودوي هذا ديال الكنكر ولاباراي ريسبيراتوار. غادي ندير ليه معلقه مرازيه في جوج لتر ديال الماء. غادي دابا نمشي نعمر القرعه غير حد هنايا، وغادي ندير فيها البرودوي، وخليكم معنا بما نعمر غير القرعه وانا نجي عليكم. ها نتوما الاخوان، هاي القرعه راه عمرت فيها هاد الشويه كما كتلاحظوا. غادي ندير فيها هاد البرودوي هذا راه ديال رابيل على تريكومونونس ولاباراي ريسبيراتوار كما كتلاحظوا. غادي ندير غير معلقه كما كتلاحظوا، الاداء راه بدا كيأذن. بابا راه مشي يجيب البن، وهاي درت معلقه الخوت، غادي نديرها هنا مع الماء، وغادي نعمر ليهم القرعه كامله ديال جوج اطرو وعلى قوه الله واكبر، وغادي نعطيهم يشربوا. وخليكم معنا الخوت، يلا تحياتي لكم. ها نتوما الخوت، هيا راه عمرت هاد القرعه هذه كما كتلاحظوا، اللون ديالها راه ولا بحال الجافيل. وغادي نعطيهم دابا يشربوا، غادي نعطيهم في دوك الشرابات الصغار، غادي ندوز على البرودكسيون كامل. وتحياتي لكم الخوت، خليكم معنا بما يجي بابا وبما نشرب الحميمات. وتحياتي لكم. راه مشى للجامع وانا شربت ليه دابا البرودكسيون، وغادي نهبط دابا تنطلعوا وتاني نتغداو ونطلعوا، وديك الساعه نعبروا الكولوار ونمشي وانا وياه لاخر السوق، ونجيبوا لاخر نجيبوا الكونتر بلاكيات باش نديروهم لاخر الكولوار ان شاء الله، نديرهم قبل من العيد. وتحياتي لكم الخوت، وخليكم معنا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الخوت الحمد لله مشينا المسجد، جبنا البنت مشينا المسجد، خليت فاطمه الزهراء هنا. اجيو تشوفوا الخوت، رجعت حمامه راهي، حمامه راهي الله رجعت، راه هي اللي مليها. والله الله العظيم ما بقيت عاقل اش من مطلقها. هيا طوبيه محروقه، هيا عاد جات الخوت، والله العظيم ما عرفت اش من مطلق. نشوف لا تكون شي حاجه اخرى هنا، لا كاينه، غا هي اللي كاينه، ها هي الخوت. الله ما عرفت اش من مطلق بالله. حنا غادي نقلبوا ونشدوا الحمامه وغادي نقلبوها. واش ديال الثلاث الخ مقصه الخوت، مقصه 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 تشدات هاد الحمامه. شوف الخوت الحمامه كي جات، شوف 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 الخوت الحمامه كي جات، شوف حسبي الله ونعم الوكيل. شوف شوف الحمامه كي جات، شوف هاد الجنح هذا ديالها كي داير. قولوا لي واش ماشي حشومه وماشي حرام؟ ها هي وفيها قميله ومضروبه الخوت. شوف شوف الحمامه، الحمامه مضروبه من تحت جنحها، وهذه 100% الخوت ضعيفه، الحمامه ضعيفه، باقا بالباك مانيتيك ديالها ما حيدوش ليها. غادي ضروري الخوت غادي نكونستاطيها باش نعرف شنو اش من مطلق هذا، لان المطلق ديال بكره باقي مسجل عندي في الكونستاتور. شوف الحمامه كي جات، ها
انا الخوت شوف حسبي الله ونعم الوكيل في هاد الناس هادو اللي كيجدوا الحمام حسبي الله ونعم الوكيل فيهم. واخا واحد اخو كيقول لي لا ما تبقاش ما كنسبش الخوت كنقول حسبي الله ونعم الوكيل كنلحتو كان لله عز وجل ربي هو اللي غادي هو اللي غادي يتحاسب مع دوك الناس كيف ما بغى. انا ما كنسبهم ما كنقول لهم الله يعطيكم الله يلقيها لكم الله يدير لكم لا كنقول حسبي الله ونعم الوكيل. دونك ملي كنقول حسبي الله ونعم الوكيل كنلحتو كان لله عز وجل يعني الله هو اللي غادي يتصرف معاهم. عاد الناس هادو شوف الحمامه كي جات ها من هنا ما اكتفاوش انهم تقزبات مقصة هادي حيدوا لها الجناح ها هي الله كتكبرهم وهنايا مقصة والحمامه كيف قلنا الخوت هي مضروبه متقوبه ضربها الطير هادي ضربها الطير. حنا غادي نخدموا الكونستاتور غادي نخدموا الخوت الكونستاتور وغادي نحاولوا ما امكن نخدموا غير بلاكه وحده غنجيب الكونستاتور نخدموا غير هاد البلاكه الفوقانيه لان البلاكه هادي حيدتها حيدنا هاد البلاكه التحتانيه نخدموا غير هادي ان شاء الله ونتمنوا الخير. نشوفوا ديك الساعه الحمامه اش من مطلق واش ديال ثلاث الخصاص حيت يمكن ثلاث الخصاص تمسح على ما كنظن والله اعلم ياك بكرة انا شكيت فيها هذه ديال بكرة شكيت فيها يمكن ديال ثلاث الخصاص الله اعلم. يلا الخوت الله يرحم لكم الوالدين تمشي فاطمه الزهراء تجيب لينا الكونستاتور الله غادي نحيدوا لها الباك مانيتيك الكونستاتور هو طلعني نحيد لها الباك مانيتيك وغادي نكونستاتي الفوق وغادي نشوف ان شاء الله. هانا الخوت ها هو تحل ها هو تحلل الخوت الباك مانيتيك دابا الحميمه الحميمه ممتازه الخوت هاد الحمامه ديجا عندها ديبلومات العام اللي فات حمام من الحمام الممتاز هو هذا هذا الحمام ديجا اه هذا راه ديكلاريت بيه بنفس المسافه كيف سمعتوا الاخ بوكسا فاش قال لك ديكلاريت انا وديكلارا هو بالذكر ديالو ديال طنطان الحمام هذه هي الحمامه اللي ديكلاريت بها انا العام اللي فات هذه راه ديكلاري بها في جميع المسافات ديال الطاويل. حنا غادي نشوفوا ما عرفناش الخوت واش ديال بكرة ولا الله اعلم لان الكاشي نورمالمون الكاشي خصو يكون هنا ما كاين لا كاشي لا والو انما هما الله يهديهم اه الله يهديهم ما عرفناش الخوت بالضبط الله ما عرفت انا هاد الحمامه هذه يلاه كتكبر هاد الجنح كيف كتلاحظوا يلاه كتكبروا الله يهديهم دوك الناس والله الا الله يهديهم اللي كيبغيو يدخلوا الحرام عندهم الشجاني ديالهم الله يهديهم. بالنسبه للكونستاتور الخوت اجيو معايا حنا غادي نخدموا الكونستاتور غنخدموا الخوت ان شاء الله الكونستاتور ولكن خصنا الاخر ما تخدمش يمكن ديريكت غنخدموا ديريكت نخدموا ديريكت نشوفوا الخوت شنو كاين فهمتيني غنخدموها ديريكت نشوفوا شنو كاين واش تخدم ولا ما تخدمش من هنا نستافدوا باش تخدم لنا بلا هادي بلا هادي نشوفوا بلا هادي شو بلا هادي والله اعلم تقدر تخدم حنا غادي نشوفوا فين هي فين هو الاخر الراس ها هو الراس حنا الخوت خرجنا هادشي هاد العجب غادي نخدمو نديرو البريز اه البريز هو الاخر غادي نخدمو هادي الله اعلم واش تخدم ديريكت ولا ما تخدمش حنا غنشوفو الخوت واش تخدم لنا هادي ديريكت الا خدمت ديريكت راه مزيانه هادي البلاكه الفوقانيه الا خدمت لنا ديريكت راه مزيانه نخدمو البريز ونشوفو الله بلا ديك اللعبه ديال هادي ها هي البوله اللي كيقولوا لها البوله ولا شنو هي هاد اللعيبه هادي بلاش ما خدمناهاش حيت اصلا هاد البلاكه الفوقانيه الخوت كتلصقها هنا في الجنب دابا نخدموا نديروا الضوء ان شاء الله ونتمنوا ندوز الامور كيف كنقولوا بخير وعلى خير هرس ها معلمة فيش الكحل ها هي خدمات حنا غادي نشوفوا الخوت اجيو معانا اجيو الا عطاتنا هنا المطلق راه مزيان الا عطاتنا تعطينا المطلق ان شاء الله غادي تعطي المطلق باذن الله وعاد غادي نديروا هذا فشي خيط وغادي نطلعوا الفوق ان شاء الله وغادي نكونستاتي ونشوفوا شنو غيتكونستاتا لينا واش غدير لنا نجمه الاخر علامه استفهام اولا غيكون شي مطلق ثلاث الخصاص ولا نشوف شنو غادي يبان الله اعلم لان هاد الحمامه راه قديمه شي كيف شفتو الجناح ديالها راه تقزبات وكبرات ايوا الحمد لله كيف ما كان الحال ديال ثلاث الخصاص انا قلت 100% تكون ديال ثلاث الخصاص الله اعلم
حيت الخوت هنا الديفو ديال الجمعيه اللي ما كتعطيناش الخوت الورقه. اجي 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 عطاتنا هنا عاطيه بكره على الخوت شتوها بكره 1/8. حنا نتمناو الخير، نتمناو ان هذه تكونستاطا كيف قلنا هنا فيك رجع الخوت للجمعيه. الدور ديال الجمعيه، الجمعيه نورمالمون الجمعيه خاصها الخوت دير تعطيك نورمالمون الجمعيه خاصها تبقى تعطينا ديك الورقه ديال لونجمون. علاش الورقه ديال لونجمون؟ واحد اخر يقول لك لا ماشي مشكل ولا هادي. كاين اللي كيجي من الجمعيه، كاين الخوت اللي كيجي من الجمعيه يعني كيبغي شنو بقى تماك بقى تماك. كيف قلنا كيجي من الجمعيه كل واحد وكيفاش. حنا كنجيو من الحق، ما كنجيو لا من الجمعيه لا والو. الجمعيات كاملين ديال السلا كلهم خوتي وحبابي. انا كيف كنقول فهمتي كاملين، يعني انا كنهضر على ما كنهضرش على المنخرطين، كنهضر على الرؤساء. لان المنخرطين كل واحد النهار اللي هضرات فاطمه الزهراء هضرات غير عفويه، مسكينه ما عرفاتش كاع، غير هضرات غير هكاك طاحت في فم هذيك الجمعيه ديال اليمامه. ناض واحد في الكومونتير كتب كومونتير خايب، واحد اللي يمكن 100% من الجمعيه ديال اليمامه كتب كومونتير خايب، ويا ما قالت حتى كلمه العيب. قالت زعما هذه قلت لها ما ديال من اش من جمعيه، هي الجمعيه الوحيده اللي هاي قالتها بفمها. الجمعيه الوحيده اللي جات في بالها هي ها ما خصتي حتى حاجه، ولاني راه هما العقل ديالهم موسخ. كيف كنقول بهذا اللفظ هذا خينا، هذا اللي هضر، هذا اللي كتب ذاك الميساج هو موسخ، هو عقله موسخ. لانه كما كانش موسخ راه يقول البنت الصغيره راه ما عرفاتش، راه هي ما قصاتش، هي الجمعيه اللي طاحت في بالها هي جمعيه اليمامه. مع العلم الجمعيه ديال اليمامه كامل الاعضاء ديالها وكاع الاخوان كاع اللي فيها موقيت، والاخوان خونا بو شعيب كلهم خوتنا وحبابنا كيف كنقولوا، يعني ما كاين حتى مشكل معاهم. واحد قال لك انت ماشي راجل، واسيدي غا انت اللي راجل، ونجيو نقلبوا نلقاوه باقي دري صغير والله، ونجيو نقلبوا تلقاوه باقي دري صغير ما عنده لا ولاد لا والو. الحمد لله حنا راه ولدنا وكبرنا وليداتنا، هاد الولاعه ديالنا خضره فوق الطعام. باش تنقول لك انت اللي كتبع ليا ماشي راجل، رانا الحمد لله راه بولادي، ولادي راه قدك الحمد لله، راه ولد ثلاثه البنات. البنت الكبيره راه عندها 21 عام ولله الحمد، وغاده الامور طيبه، وبناتي غاديين في القرايه ديالهم والمسيره غاده، والكلاب تنبح. اجي بنيتي انا الخوت الخوت انا غادي الباك مانيتيك ديالها اللي شاد ليا الحمامه انا غادي نكونستاطيها. هانتوما سمعوا اسمع، اجي سمعوا لهنا، سمعوا الخوت، شوفي شوف اسمع اسمع هنا انا الخوت، شوف شوف اللي باغي يشري البلاكه اللي باغي يشريها هي تكونستاطات. سمعتوها يا ربي سير شوف شوفي بنيتي شنو كاين تماك، شوفي شنو كاين تماك. الا كانت تكتب مطلق قولي لي القضيه في الطاقيه، ما تكتبش صافي، يعني ما يعني مية في علامة استفهام، يعني يا بنتي هذيك 100% ديال ثلاث الخصاص هذاك لا ثلاث الخصاص تمسح دابا، مسحوه في الجمعية، مسحوه ثلاث الخصاص فهمتيني. علاش باش هذه الخوت هاد الحمامة 100% ديال ثلاث الخصاص، ماشي ديال بكرة، والسمارة ما لعبتهاش، ماشي ديال بكرة، هادي ديال ثلاث الخصاص الحمد لله. اجي نشوف نتاكدوا لا علامه استفهام الخط، طلعت علامه استفهام واحد على واحد علامه استفهام، يعني هادي 100% هادي 100% الخط الحمامه ديال ثلاث الخصاص. ومن هذا المنبر كنوجه النداء لهذا اللي شد ليا الحمامه، تنقول ليه الله يهديك، هادشي اللي نقولوا الله يهديك. راه حشومه انك تشد الحمامه، ها هي دابا شديتيها شنو صورتي؟ بيني وبينك شنو صورتي؟ صورتي العيب بالله عز وجل، راه ربي راه تقيد قيدها لك. واحد كيقيد لي في الحسنات، الاخر كيقيد لي في السيئات، راه درتي العيب والله عز وجل اللي غادي يحاسبك. انا راه شوف انا خارج من رونتك انايا، ما تقولي لا سمح لي لا والو، بينك وبين اللي خلقك، الا بغى ربي يسمح لك راه انا مسامح لك. يلا الخوت الحمد لله، كيف قلنا الخوت دابا غادي نطفيو هذاك لا غادي نخرجهم ان شاء الله، من بعد غنجمعوا هاد الشيء هذا. كيف شفتوا الخوت البلاكه الفوقانيه هي هادي، راه اجي تشوف واش افي كتلصق ديريكت. الكابل راه فيها ما عرفتش 10 متر ولا 15 متر ولا الله اعلم، وهنا كتلصق ديريكت. وهنا اجي تشوفوا الكابل الخوت شنو مكتوبه فيه، ها الكابل ديالها ها وشنو مكتوبه فيه، الكابل مكتوبه فيه تيبس. اللي باغي هاد البلاكه بوحدها راه نبيعها ليه بوحدها، ما كاينش المشكل فهمتيني، حيت راه عيطوا لي شي وحدين وليني
اش نقول لكم البعض، انا كنقول البعض ديال شي وحدين بحال الا باغين ياخذوا داكشي فابور. واش انت البلاكه راه كديك 26000 ريال اللي باغي البلاكه باش تعرفوا واحد القضيه الخوت. البلاكه بشحال كتباع جديده؟ راه كتباع ب 1300 درهم باش كتباع البلاكه جديده، فهمتيني؟ وضرب ليها الحساب انت الا كنتي غتاخذها قديمه بشحال غتاخذها، ضرب ليها الحساب بشحال غتاخذها قديمه. راه ماشي واحد باغي البلاكه. وكيف قلت الاغلبيه ديال هذوك الناس اللي عيطوا ليا، كنقولوا الاغلبيه ما كنقولوش كلشي، غير الاغلبيه بحال باغي البلاكه فابور، ديك اللعبه ديال باغينها ب 4000 ولا ما فهمت كيفاش، بحال هكاك تقريبا تنقول انا تقريبا، ولكن راه ماشي كلشي. البعض ديال الناس اللي عيطوا ليا هذا ما كان. انتم الكابلي راك شفتوه مكتوبه فيه تيبس، اجي تشوفي عاوتاني. ها هي كلها غدا تيبس، ها هي تيبس، ها هي تيبس. وهنايا الدياس ولا ما شنو سميتها مكتوبه كت هنا الدياس، عاوتاني تيبس ويا غدا. والكابلي راه فيها غليظ وكبير وطويل، هذا ما كان. يا الله اللهم يسر. الحمد لله كنا ان الحميمه رجعات مزيانه، الخط رجعات الحمامه، لان عندها الدبلومات ديالها، عندها الدبلومات ديالها في المسافه، والديفو راه ديالي انا اللي انا مول الديفو. دابا الخط غادي نعبر هنا باش غنمشيو انا ولا لا فاطمه الزهراء باش نعرف شنو عندي هنايا ان شاء الله، والله يرحم لكم الوالدين. الخط هنا نعبروا نشوفوا غير هنا شحال عندنا. عندنا نيشان مترو الخوت، عندنا مترو، يعني الا حيدنا غادي نديرو شي 90 سنتيم بحال هكاك، لا بزاف 90 سنتيم بحال هكا، بحال هكا خصها تجي الخوت بحال هكا لهنا. هي هذيك 90 سنتيم، هي هذيك هنا 90 سنتيم باش غتبقى ديك الخويه 90 سنتيم. شتي اجي تعب، اجي شوف هذا لي سباس اللي خليت تماك. انا الخوت شتي شحال خلينا هنا، وهنا هي 90، هي هذيك شي 90 الخويات تجي من جوانب بجوج، بجوج غتجي تجي الخويات من جوج جوانب بجوج. هنشوفو هنا نديرو هكا. العبارات ما زاكينش، لا غادي نديرو كدا و 90 ابنتي. عرفتي شحال شي هنا؟ 94 94 غادي نشوفو الوسكا غتجي. نشوفو عاوتاني هنايا، كيف قلتي العبارات عندي ما زاكينش مع الحيط، فهمتيني؟ الحيط عوج صافي. هي هذيك، هي هذيك فهمتيني، شي 92 غندير 92 صافي، غندير 92 ونشوفو عاوتاني هنا. شوفو 92 فين غتجي، صافي 92 غادي نعبر الطول شحال عندي تماك 92 شدي. كيف قلنا الخط العرض نديرو فيه 92، وبالنسبة للطول هو هذا بإذن الله، كلشي بإذن الله. ها انتوما الطول هنا، هنا شحال قلنا؟ هنا ها 3 متر الخوت، ها 3 متر، اجي تشوف اجي، ها 3 متر عندي هنا، هنا 3 متر، هي هادي 3 متر، حدايا اش؟ حدا هاد البزقة، وراه كله بزقات هنايا. لا لا عاقل على البزقة، فين هاد البزقة؟ هادي، هاد البزقة صافي. هنا قلنا 3 متر، يعني عندي 3 متر و50 وحنا غنديرو 3 متر و 40 شيا 3 لا 43 حيت تماك داك تماك الاخر داكتو على الحيط، فهمني؟ حيت تماك غادي نحيدو شي 3 سنتيم ولا 5 سنتيم. هي 3 متر و 40 صافي، 3 متر و 40 صافي، 3 متر و 40 ديك الساعه باش الا كانت شي حاجه 40 على 92 92. يلا الخوت الله يرحم لكم الوالدين، الحمد لله الامور دازت طيبه. غادي نخليو دابا شني بغات الخوت ديالنا هنايا، اصلا هنا عمروه بالبزق ماشي مشكل، نحلو ليهم عاوتاني يتحركوا شويه هنايا. الحمد لله كيف قالت مني جاتنا شوشو الحميمه مسكينه، شوف تكرفصوا عليها، حيدت ليها الباك كي ولات كتبان بحال شي خلويه، الحمد لله. ومازال غادا تبان شي حميمه اخرى، مازال غادا تبان، الحمد لله انها جات وجات المرقد ديالها، والله الا الحمد لله، والله العظيم الا الحمد لله. هذا من الحمام الممتاز ديالي هو هذا، وبلا ما نقول لكم بنت من بلاش نخليها سكري. يلا الخوت تحياتي لكم، وتحيه الخوت والحباب كيف كنقولوا عواشركم مبروكه. تحيه لخويا عمر وخونا جهاد وصابرينا وخونا سمير وخونا البشير خونا السي محمد، اجي لهنا اجي. كيف قلنا خونا السي محمد مشي تسخر عندك الساعه، تمشي تسخر ما تبقاش تعول عليك. الخوت الله يرحم لكم الوالدين، والحمد لله بعد الرجوع الانثى الله يرحم ليها الوالدين، انها دارت واحد المجهود
والحمام الخوت اللي كيرجع راه الحمام الممتاز. واحد القادي نقول لكم الحمام اللي كيرجع راه الحمام ممتاز، والحمام اللي كيضيع راه ماشي نقولوا بانه حمام عيان ولا هادي ولا هادي. الحمام كاين بعض الاحيان كيكون مرض تريكومونوز، مرض الجهاز التنفسي، يعني بعض العوائق اللي كتجعل ما يمكنش الحمامه انها تكون ضاربه واحد المسافه في 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 في, 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 في الاجواء قاصحه بحال العام اللي فات كانوا اجواء قاصحه وضربات ديك المسافه وضربات بامتياز ودخلات بالديبلوم ديالها بالورقه. راه الورقه ديالها عندي هنا في هذيك اللي كنهضر عليها دابا، نجيب لكم السيري ديالها ونجيب لك لي ديبلوم ديالها. وتغزز انت اللي جديتي لي تغزز تحك عند ثلاثه ديبلومات في الطاوله ديك الحمامه، ثلاثه ديبلومات اللي عندها ها هما عندي هنا. ولا بغيتي نوريك حتى الرقم ديال الخاتم نوريك الرقم ديال الخاتم. تغزز ولان الله عز وجل ما بغاش لك الحرام، فهمتيني؟ ودعي سير للجامع وبقى تقول يا ربي تسمح لي راه جديت الفرات واحد الحمامه وبغيت الله عز وجل، ما تقولش بغيت الفرات يسمح لي، بغيت الله عز وجل يسمح لي، هادشي اللي تبقى تقول. لان انك انت راك مشيتي فواحد المصير ديال الشيطان، هادشي اللي نقول لك. حنا راه كنجدوا الحمامه وكنطلقوها، وجديت حمامات وما بينتهمش في الفيديو لان ما كنتش كنصور وطلقتهم. والله العظيم ما عندي شي حمامه ديال شي مولوع هنايا، ما عندي حتى شي حمامه ديال شي مولوع. الحمام اللي عندي اللي عطيني الناس واللي شاري انا برزقي سالت الحفله. وشكون هما حتى اللي عطيني الناس؟ ما كاينه جوجه وحده هنا اللي ديال واحد السيد فقط، هذا ما كان. يلا الخوت كيف ما قلنا الحمد لله بعد الرجوع ديال الانثى ان شاء الله اليوم الجمعه كيف قلنا واحد شي شويه ان شاء الله، غير بما تقاد كاع الحواله ديال عباد الله صدعونا برزطونا. كنت باغي نطلق الحمام والله الا كنت باغي نطلق الزغاليل هنا، واحد الناس شارين شي حوليه هنايا قام وحدانا هنا فهمتي، وحدين اخرين شارين ليها، يعني غنطلق يقدر يشوفوا داك الشيء يبان لهم بحال شي سبع ولا شي بوعو ويتخلعوا ليا ولا هذا. هذا ما كان، يعني قلت بلاش ما نطلقهمش المور العيد غنطلق الحمام. يلا الخوت كيف ما قلنا الله يرحم لكم الوالدين، وتنشكركم جزيل الشكر كاع الناس اللي كتقول طيب كلمه طيبه كيف العاده. لان الخوت كيف قال الخطيب ديال اليوم ديال الجمعه راه كلنا لله، يعني راه كل من عليها فان، يعني كاين والله العظيم الا جبت الكلمه الطيبه ما مشيتيش معايا للجامع اليوم. جبت الكلمه الطيبه والله العظيم جبت الكلمه الطيبه، وسمحوا لي الا طولت عليكم، جبت الكلمه الطيبه وجبت الناس علاش كتهضر. قال لك ملي كيوصل العيد شوف الانسان، قال لك هذاك اللي كيمشي ليه عقلو الشيطان تيقول لك كنمشيو نوجدوا بيرات والشراب. كتلقى قال لك كاينه واحد الفئه اللي موجدين هذا العيد هذا كيوجدوا غير الحشيش ووجدوا البيره والشراب والمخدرات وداك الشيء. وكاينين قال لك شي ناس اخرين اللي كيبقاو يهضروا غير على الحولي والشوا وهذا وهذا وهذا. كيوصل عاوتاني رمضان قال لك بنادم تيبدا يهضر على الفول الحمص البيصاران وجدوا طنطان هكا، ولاني ما كاينش اللي كيهضر على الله وما كيجبدش اسماء الله التسبيح بالله وجبد كلمه الله ذكروا الله كثير، ذكروا الله ما كيذكروش الله. شوف قال لك شحال من حمصه قلتوا في النهار، وشحال من حولي تقال في النهار، وشحال من هذا تقال في النهار، ولان بنادم باش يستغفر الله عز وجل ولا باش يقول شي كلمه طيبه ويقول يذكر اسم الله قال لك ما كيتذكرش اسم الله، استغفر الله العظيم. هادشي اللي قال الامام وهضر عليه اليوم الامام ديال مسجد نور الرحمن، واحد الامام سني يعني امام ما كيهضرش بالورقه كيف قلنا الخوت، ما كيهضرش يشد الورقه ويبدا يقول، لانه هو استاذ ديال التربيه الاسلاميه تبارك الله وحامل لكتاب الله عز وجل وعنده ما يتقال. وهذا كيطلبوا الدول العربيه في رمضان ما كيصليش التراويح هنايا، كيمشي للدول العربيه لشي دولات ما عرف فين كيمشي وكيصلي بهم التراويح، لانه يعني كيقولوا بالفرنسي بوكو دو باكاج في الاسلام، عنده اللهم بارك كيهضر بواحد الطلاقه بواحد العفويه بواحد الطلاقه. ما نطولش عليكم الخوت الله يرحم لكم الوالدين، وهذا اللي طلق لي الحمامه والله يرحم ليه الوالدين اللي شداو مقصه ودارت لي الصابونه الله يرحم ليه الوالدين حتى هو. يا واخا هكاك نقولوا ليه الله يرحم الوالدين، لان كلنا اخوه في الاسلام الخوت، وما نبغيش ليه شي حاجه خايبه. واخا هو دار لك عيا نقول ليه الله يسمح لك، انا راه مسامح لك والله العظيم انا راه مسامح لك، وانما الله يسامح لك حتى هو. هادشي اللي نقول. يلا الخوت الى فيديو قادم بحول الله، واحد شي شويه ان شاء الله غادي نمشيو نجمعوا، نمشيو ماشي نجمعوا شنو نشريو؟ داك الكونتر بلاكي اللاطي غادي نشريو ان شاء الله، راه عبرنا العبار 3 متر 40 على 92 ولا حنا نعبروا مترو عاد نقسموا منه غنمشيو نعبروا باش نشوفوا كيفاش نديروا ليه ان شاء الله. والله يرحم لكم الوالدين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وغدا ان شاء الله السبت راني معكم باذن الله، تحياتي لكم، الله يرحم الوالدين. شكرا على المشاهدة، ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة.